مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنكمل فقرة ثانية من حياتك صح النهاردة لكنها مختلفة في المضمون، لكن كده في العموم هي برضو للسيدات. بعد بقى ما اطمنتي على نفسك وان شاء الله يبقى عندك أسرة وان شاء الله يبقى عندك أولاد وكل حاجة تبقى تمام، ممكن بقى بعد ما بالنا كده يبقى رايق ولطيف وبتاع. بنحب دايما الست دايما بتحب تحسن من مظهرها ومن شكلها، مش بس الست كمان الرجالة. يعني خلاص بقى متعارف انه التجميل ما بقاش مختصر فقط على الرجال، لان هو مش على السيدات بعتذر، لان هو مش حاجه يعني مكمله ولا حاجه ترفيهيه، لا ده حاجه اساسيه لانها بتاثر في الحاله النفسيه للشخص وبتاثر في حتى ثقته في نفسه، بتاثر في لو كان عنده بعد الشر حصلت له حادثه او مشكله او حاجه، فهو ازاي يحسن من الوضع ده او يعني يحسن من الظروف اللي حصلت له نتيجه الحدث المعين اللي حصل في حياته. فاحنا موضوعنا النهارده اي نعم كتير من متابعينا سيدات لكن برضه يخص الرجال، وهو عن التجميل. وضيفتنا هي الدكتوره نور البنا، اخصائي جراحه التجميل والطب التجميلي للوجه. مساء الخير يا دكتوره، ازيك عامله ايه؟ ومساء الجمال والحلويات وكل حاجه حلوه. ميرسي مبسوطه ان انا معاكم جدا النهارده وفيري اكسايتد للحاجات اللي احنا هنتكلم عنها. لا كلنا بنبقى مبسوطين لما بنتكلم على كلمه جميل وجمال واي طبعاً. حاجه تخلي الدنيا احلى. يس. الدنيا احلى وشكلنا احلى وحياتنا احلى، صح؟ يعني في احلى من كده؟ يعني انا رايحه للدكتور او للدكتوره علشان تبقى حياتي احلى وبشكلي احلى وتبقى الدنيا احلى، يعني بتمنى ان الشخص ده يبقى يعيش معايا، الطبيب ده يبقى عايش معايا، مش مجرد ان انا اروح ازوره مره ولا مرتين. هو فعلا دكتور التجميل بعد اول دايما في علاقه بتنشا بينك وبين دكتور التجميل اول ما بتزوري في العياده، بتتحول لفريندشيب بس فيها ريسبونسابيلتي كبيره من ناحيه الدكتور للمريض، وفيها ثقه فظيعه من ناحيه البيشنت بقى للدكتور. والعلاقه دي بتستمر كتير، انا عينين بتوعي بيكلموني واتساب تليفونات كل حاجه. احنا مع بعض طول الوقت طول الخط وفيري فريندلي، فا ام انجويينج ذس. يعني هو الحقيقي فعلا الواحد بيبقى نفسه دكتور التجميل يبقى معاه، هو انا جزء كبير من شغلي فعلا ان انا ببقى مع الحالات. بس لا ليه، هو يعني التجميل بيحتاج متابعه كده يعني في فترات قريبه كده على الواتساب والتليفون؟ مش متابعه قد ما هي مشاركه. دايما الستات البنات دايما ممكن تفكر وانس انه خلاص نشأت بينا الريليشن اللي انا بحكي لك عنها دي في اول زيارة، هي ممكن تطرق على بالها فكرة فلاقيها بعتالي في يوم بتقولي دكتور هو انا لو انا مناخيري مثلا كذا ممكن اعمل دكتور أسئلة. هو انا فإتس نايس لما انت الفكرة تتواصلي مع الدكتور بالطريقة دي بتبقى لا طبعا. طيب سؤالي الاول، هو انا ممكن ابقى شبه هيفا وهبي؟ هو ده جميل، ده سؤال جميل. هو احنا نحب ان احنا نفهم بقى كونسبت مهم جدا في التجميل، مش عايزين نبقى شبه حد ومفيش مقاييس جمال بنمشي عليها. احنا كل القاعده كل الوشوش جميله كلها جميله، احنا بنشوف نقاط ضعف نقويها ونقاط قوه نبرزها فقط. نعالج اي سيمتري، بنعمل تفاصيل، نشد الوش نخلي شكله اندر شكله اصغر نخلي شكله شارب اكتر، لكن مش عايزين نبقى شبه حد. بس بيجيلك عيانه يعني مش عايزه اقول عيانه، يعني بيجيلك سيده تقول لك انا عايزه ابقى شبه هيفا، عايزه ابقى شبه فلانه، وبرده عاجبها الشكل ده وشايفاها هو طبعا احلى من احلى سيدات طبعا العالم طبعا. بس برده لازم انا في دور اساسي ليا ان انا برده تو جايد هير، لازم لما حد يقول لي كده ده جزء نفسي، لازم توجهي الكلاينت بتاعك انه انت احلى منها، احنا ممكن نعمل كذا ونبقى كذا، طب ايه رايك نعمل كذا. اند ذن في الاخر هو قمه الاستفاده وقمه انه الريزلتس تبقى ساتسفاينج للعيان والدكتور انه العيان شكله ما يتغيرش بس يبقى احلى. العيان يجي لك ذا نيكست فيزيت بيقول لك ان كل الناس بتقول لي انت محلوه بس احنا مش عارفين محلوه ازاي، محدش يعني خد باله من شيء ايه الاجراء اللي حصل لانه طبيعي بالظبط. فهو ده نجاح التجميل طبعا، مش ان احنا نكون ابدا شبه حد ومش عايزين يبقى في ترند ولا موضه، لا احنا انا بقعد مع الكلاينت بتاعتي بتكلم معاها بدردش معاها عايزين نعمل ايه عشان نوصل لشكل نضر شباب مشدود، شكل شارب، شكل هي نفسها في ايه، اسمعها بتفكر في ايه.
افهم الحاجات اللي عاجباها. يعني ما تقول عايزه ابقى شبه هيفاء وهبي، ممكن يكون عاجبها حاجه في اللوك احنا نقدر نحققها ببساطه تليق عليها هي. فهو ده يمكن الـ الجزء الاهم. طب لفتي نظري الحاجه دلوقتي في كلامك، قلتي الترند الموضه وده فعلا، يعني انا اول مره اخد بالي دلوقتي فعلا التجميل كمان بقى نوع من انواع الموضه هو في نفسه في حد ذاته، وجواه بقى في حاجات بتطلع موضه. طبعا. ايه اللي طالع موضه دلوقتي الليتست في تجميل الوجه؟ مينلي بالحواجب، رفع الحواجب، ان الناس بقت عايزه الحواجب الفوكسي ايز، الحواجب مرفوعه، الراشن ليبس مثلا ده ترند. يعني ايه راشن ليبس؟ الشفايف، الراشن ليبس دي شفايف ممتلئه ومقلوبه جامد، بيبان ان هي معموله، هي الراشن ليبس بتبان ان دي ليب فيلر. ورغم كده في ناس بتبقى عايزه راشن ليبس، وتبان ما تبانش مش مشكله، المهم تبقى موجوده. انت عندك برضو طريقتين في الشو او طريق، يعني طلبين. في ناس بتبقى عايزه تو انهانس الجمال الطبيعي بتاعهم من غير ما يبرزوا ده، بحكم ان هم ست بيت، سيده بتشتغل، مش عايزه يبقى شكلها ملفت، بس عايزه تحافظ على شكلها شبابها. وفي حد تاني لا، انا عايز تبان ان انا عامل، وانت يو هاف تو ساتسفاي ذس وان اند ذس وان. ليه؟ طب اللي عايز تبان ان انا عامل ده ايه؟ معنى ايه؟ مش عارفه، بتبقى عايزه إيه؟ يعني عايزه بان انا عملته، عايزاه يبان. فيو هاف برده، يعني لازم ترضيها. زي اللي جايب شنطه او جزمه جديده عايزه مثلا ممكن لان هو جزء برده من التباهي بالجمال. في ناس بتفكر كده، لازم ترضيها وفي نفس الوقت تحققي المعادله بتاعه انه نعمل لها الحاجه برده اللي تليق عليها. يعني لازم برده تساعديها، ما تسيبيهاش لجموح الافكار بتاعها ده، لازم تساعديها. عشان كده بقول لك في علاقه بتنشا وفي سبورت نفسي بيبقى الدكتور لازم يعمله. طيب، على ما اعتقد او معلوماتي بتقول ان هو تجميل وجه بيبقى غالبا، يعني اشهر الحاجتين المستخدمين هما البوتوكس والفيلر. مظبوط الكلام ده؟ مظبوط. خلينا نبدا بتعريف كل واحد فيهم. ما هو البوتوكس؟ البوتوكس هو مادة دوائية بنستخدمها وبتستخرج من الطبيعة. يعني هي دي المادة الدوائية ولا دي ماركة؟ الكلمة اللي اسم المادة، اسم الدواء بوتيلينيوم توكسين، لكن البوتوكس ده اول براند عمله اسمه بوتوكس، اند ذن بقينا بنقول كلمه بوتوكس، بس هو في اسامي تانية كتير، لكن ده اسم اول براند عملت دي ماده بقى عباره عن ايه؟ حاجه من جسم الانسان ولا حاجه صناعيه؟ لا، حاجه من هي في الطبيعه. البوتيلينيوم توكسين ده توكسين موجود في الطبيعه وبيتحضر بقى بالتالي في المعامل، ونقدر بقى نستخدمه علشان هو شغلته الاساسيه انه بيضعف العضله. وانت بجرعاتك المحسوبه بتقدري تحددي انا هضعف العضله ولا همنعها تشتغل، ونبتدي بقى نوازن. انا بشتغل بيأتو مثلا، عايزه اشتغل على التجاعيد اللي في الوش، ال 111 الخطوط بالعرض حوالين العين، ففي بقى موازنه. انا هحقن دي، دي اللي بتشد الحاجب لتحت، طب انا مش عايزاه يطلع قوي، فانا قصادها هحقن العضله دي اللي بترفع الحاجب، وهكذا. المفروض ان انا بضعف العضلات دي كلها عشان اضيع التجاعيد؟ يعني احنا المفروض نقوي عضلاتنا ولا بنضعف؟ لا لا لا، الوضع في عضلات الوجه مختلفه شويه، لانها كل ما تقوى وكل ما الاكسبريشنز بتاعتنا تبقى قويه. يعني اللي بيقرا كتير وبيكشر كتير، او اللي بيكشر من الشمس، او اللي عنده حركه معينه بيعملها باستمرار، بتسيب علامه على الجلد. فهو البوتوكس الهدف الاساسي منه، غير ان هو بيدينا الجلوي سكين والجبهه المفروده والحواجب المرفوعه، هو الهدف الاساسي وراه انه هو اقوى اجراء بيحمي ضد علامات تقدم السن. فالهدف الاساسي منه الانتظام عليه علشان بعد سنين يبان ان انا شخص منتظم على البوتوكس، جلدي شكله اصغر، جلدي مش تعبان، والاكسبريشنز ما اتحفرتش في وشي. هو ده البوتوكس. يعني دي حاجه مستمره لازم استمر عليه. بالظبط. هو السن بتاع البوتوكس امتى؟ عشرينات، ايرلي 20s كمان. الفكره في ايه؟ ان انت لسه ما طلعتلهاش تجاعيد. نعمل بيها ايه بقى؟ احنا عايزين نستخدمه عشان نمنع ظهور التجاعيد. ليه؟ لان هي التجاعيد لما بتظهر لو عملنا بوتوكس مش هتروح، هنضعف العضله، بس الرينكلز مرسومه في الجلد، هنحتاج تريتمنت تاني. لكن الانتظام عليه بيمنع ده.
بيمنعها فعلا. فالسن بتاعه early 20s غريبة بجرعات محسوبة عشان نراعي برضو ان السن ده عايزين نحافظ على براءة الوش اللي عنده 22 سنة ده. فالجرعات محسوبة اقل عشان مثلا صح؟ طبعا اقل من ال 30 ومش لدرجة ان انا امنع الوش من الحركة لا وش هيتحرك بس انا خطتي على المدى البعيد ان انا حافظ اخلي الجلد بعد سنين ما يبانش فيه اللاينز دي. موضوع كبير ده. البوتوكس هو الإجراء التجميلي الأكثر شيوعاً في العالم. دي دراسات الأكثر شيوعاً أكتر منتج تجميلي بينتج وبيستخدم البوتوكس. هنعرف بعد الفصل دكتورة نور هي قالت الجبهة والعينين هل له استخدامات أخرى ولا لأ، هل أي سن أي شخص رجل أم سيدة أياً كان مين وظروف ايه ينفع يستخدموا البوتوكس ولا لا بعد الفاصل. شاركوا معانا وابعتوا لنا كل اسئلتكم التجميليه على 0155955106. حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نكمل الجزء الثاني من حياتك صح مع ضيفتنا الدكتوره نور البنا اخصائي جراحه التجميل وطب التجميل للوجه، وبنتكلم عن تجميل الوجه واتكلمنا عن البوتوكس وعرفنا ايه هو البوتوكس، والدكتوره وضحت ان هو بيستخدم في الجبهه والحوالين العينين عشان التجعيد، وهي ماده طبيعيه يعني ويستحسن انها تستخدم من سن مبكر، يستحسن انها تستخدم من العشرينات من الثلاثينات من قبل ما التجاعيد تظهر عشان حتى ما تسيبش علامه في الجلد. وسؤالي ليكي كان قبل الفصل هل هو يا دكتوره بيستخدم بس في الجبهة والعينين ولا ممكن في أماكن تانية في الوجه؟ لا، البوتوكس عنده استخدامات متعددة تجميلية وغير تجميلية وفي الجسم كله تقريبا، بس تعالي نتكلم على استخداماته في الوجه. احنا البوتوكس اللي احنا ذكرناه ده بتاع الجبهة وحوالين العين ده تعالي نقول عليه upper face botox. في lower face botox وهو اللي بيعالج العضلات اللي حوالين البق، لان دي عضلات برضو مهمة بتعمل مع الوقت الخطوط دول. بتبقى الجرعات هنا اقل لانه ده مكان ما نقدرش نضعف فيه العضلات قوي، هنا في فانكشنز عايزين نحافظ عليها، فوناتكس وكلام واكل وشرب و و و وسمايلينج، فبتبقى الدوز الصغيره لكن برضو الغرض منها على المدى البعيد ان هي بتخلي الحته دي مع الوقت فيها، وبتدي ساعتها ناتشرال ليفتنج، بتدي ليفتنج خفيف شد خفيف، لكن فايدتها بتبقى برضو على المدى البعيد. برضو ممكن استخدم البوتوكس للاكتيف نوستيب التيب اللي بتتحرك مع الابتسامه او مع الكلام، بتتحرك يعني ايه بتبقى الانف التيب بتاعتها اكتيف شديده الحركه، فده بيخليها مع الضحكه اللي هي الناس بتقول لك انا مناخيري لما بضحك بتبقى شكلها عريض ف بتفرد او بتطول ده جزء من الشكوى. وهي برضو الفكره انه when you get older النوز لو تلاحظي يعني لو بصينا على تيتا وجدو دايما بنشوف النوز تولت كبرت نزل. فهي دي وده يعني دي بتحصل اكتر في الناس اللي كانوا في شبابهم عندهم active nose tip، فهي نفس الفكرة برضو anti aging الشغل كله. عشان كده لما بنقول trends لا سيبك من الترندز والموضة، هو انا ايه اللي اعمله ويديني فايدة على المدى البعيد. التشيك اسمه ايه اللي هنا دول العظمتين اللي في الوش اللي تحت اسمهم ايه؟ جو لاينز دول برضو بوتوكس على ده فيلر. المسيتر بقى فيه هنا عضلتين اللي هم شكوتنا بقى منهم بتبقى لو بنجز على اسناننا في عضلتين هنا، عضلة من اكبر عضلات الوش، عضلة قوية جدا. لو العضلة دي بتشتغل بقوة ممكن تخلي الناس جز على اسنانها طول الوقت. في ناس ممكن تكسر كراون لو عاملة زرع اسنان او كراون تكسره من كتر الجز على السنين، لان دي عملية متواصلة اللي بيجز على سنين وبيجز على سنين وهو نايم كمان وهو نايم. فالبوتوكس للمسيتر للعضلة دي ده مثلا بوتوكس علاجي يقلل الجز على السنين. الجامي سمايل ودي حاجة very common في اليونج ايج بقى في البنات الصغنطتين، جامي سمايل وتلاقي الموضوع نفسيا مأثر إيه عليها جدا. خلينا نوضح بس يعني ايه جامي سمايل. الابتسامة اللثوية ان احنا عندنا في الابتسامة ممكن يبان 0.1 كده ملي كده من فوق اللثه، ودي حاجه طبيعيه. وكل ما نضحك اكتر ممكن النسبه دي تزيد اكتر. ساعات بتبقى العضلات قويه فتبقى الابتسامه الغالب عليها اللثه فنسميها ابتسامه لثويه. يعني جزء كبير من اللثه بيبان في اثناء الضحك، جزء كبير يوصل لانك ممكن تحسي ان انت شايفه الروتس بتاعه السنان. ايوه باللثه كلها تقريبا بالظبط. فالبوتوكس هنا بنعمل ايه بقى؟ بوتوكس للعضلتين والجرعة صغيرة جدا. عايز اقول لك وحدة بوتوكس نقطة بوتوكس في المكان ده فيخلي الضحكة بقوتها لكن ما تجيبش اللثة، ما تبينش مساحة كبيرة من اللثة. الابتسامة اللثوية دي اكتر حاجة كومن في السن الصغير.
لان بتاثر جدا. تلاقي بنات بتقولك انا بقفل على بقي وانا بضحك. انا لو ضحكت براحتي وخد حد خد لي صوره اقول له امسحها. فبتبقى حاجه نفسيه مهمه جدا ان انت يو سمايل من غير ما تحسبيها, تحكي وبراحتك وما تحسبيش شكلك الجمز ومش الجمز. فدي برضو نقطه مهمه من الحاجات الكومن قوي قوي. معاها التيب بتاعت النوز, حقن الجزء ده عشان ما تبقاش الضحكه فيها جمز وكمان بتسحب النوز لتحت. ده بنسميه سمايل انهانسمنت, بنحقن بوتوكس في المنطقه دي, العضلات الصغيره قوي اللي هنا, عشان لما نضحك تبقى الضحكه مرتاحه ما فيهاش نوز بتتحرك جامد ولا فيها لثه بتبان زياده. ميدو عنده جامي اسمها, وريني ميدو كده. هو باين. هنعالجها لك يا ميدو. كنت قلت لي طيب عشان اجيب معايا في الساعات الاولى من حقن البوتوكس في ارشادات معينه. الانسان ما بيعرفش يتصرف بطبيعته كويس, يعني يتصرف كل التصرفات بوشه, يعني لازم يبقى محكوم في تصرفاته في الساعه الاولانيه او 24 ساعه. لا لا لا, كان في زمان تعليمات بنقول الحاله بعد حقن البوتوكس انها تحرك العضله اللي حقنها, لكن لا بطلنا نستخدم التعليمات دي. برضو بنتطور وبنعرف ايه المهم وايه اللي مش مهم. لكن هو الاكيد ان احنا بنمنع اول 24 ساعه بعد البوتوكس, حتى لو حقنين جرعه صغيره بنمنع الرياضه, واول فيو اورز بنمنع النوم والحركات العنيفة, الرياضة اللي فيها توطية أو نوم أو حركة. يعني بننصح الحالة تبقى قاعدة في وضع مرتاح وثابت ستريت, لا تنام ولا تعمل حركة. طب ليه نمنع الرياضة دي؟ حاجة على علاقة بالوش أو الجبهة يعني؟ هي الفكرة ان انت بتحقيني جرعة بوتوكس في عضلة وعايزاه يشتغل في العضلة, فاحنا عايزين نبعد اي حاجة ممكن تخلي البوتوكس ده يتسرب لعضلة تانية. يبقاش مكانه محدد في مكانه المطلوب بالظبط. له اثار جانبية اللي انا بقوله ده. اثار جانبية, اثار الجانبية اللي بتحصل في يوم الحقن اللي هي ممكن شوية احمرار بسيط في الجلد اولا, بس ده بينتهي بعد يعني وقت قصير من الحقن. والكدمات مش حاجة كومن في البوتوكس قوي يعني, مش لا مفيش اثار تذكر. البوتوكس من الاجراءات اللي ممكن نعملها ونروح شغلنا في نفس اليوم او تاني يوم او يكون عندنا مناسبه. هو كده كده بيشتغل تدريجي, بياخد ايام على ما نتيجته تظهر. حوالي اسبوع من اسبوع لاسبوعين. يعني لو هنعمل ريتاتشز هنزور الدكتور تاني عشان نراجع معاه البوتوكس, بيبقى بعد اسبوعين. ويومها اقدر امارس حياتي الطبيعيه جدا من الاجراءات اللي مش بتبين على الوش اي حاجه. للرجاله والستات, كبار صغيرين اطفال, لان احنا بنتكلم على التجاعيد, فالتجاعيد دي ستات ورجاله. اطفال نيك بوتوك؟ لا مفيش اطفال بتحقن جامي سمايل والحاجات دي. برضو سن برضو بلس 18 يعني, برضو سن 18 و20 برضو سن مش اطفال. خلي بالك احنا في السن الصغير ده, يعني لو احنا مثلا واحده في اعدادي وعندها جامي سمايل, لا ما تعالجيهاش, عالجيها نفسيا, ديها ثقه في نفسها وفي ابتسامتها وفي ضحكتها, اندن لما نوصل بقى للمرحله اللي هي تقدر فيها تحقن نديها الاوبشن. لكن في الاول السبورت النفسي طبعا اهم من ان انا اقول لها يلا نعالجها بالبوتوكس. كنت بتقولي حاجه ليها علاقه بالرقبه؟ النك بوتوكس ده برضو من الاجراءات المهمه جدا, بتخلي الرقبه مشدوده وبتحميها الرقبه من الحاجات اللي الايجنج تقدم السن بيبان عليها جدا. قصدك التجاعيد اللي بره ولا العضلات اللي جوه؟ احنا بنحقن عضلات الرقبه. عضلات في الرقبه تحت الجلد على طول. فاحنا بنحقن العضلات وبجرعه صغنطوطه برضو جدا, لكن فايدتها برضو على المدى البعيد انه تبقى الرقبه مفروده ما فيهاش لاينز وما فيهاش ترهلات على المدى البعيد. لكن مش حاجه على علاجيه للفقرات والغضاريف والكلام ده. في بوتوكس بيتحقن في عضلات الجسم فعلا ليحسن البوستشر, الوقفه او وضع الرقبه. في بوتوكس بيتحقن عند دكتور ايه, تجميل؟ لا ولا عظام؟ تجميل. في بوتوكس بيتحقن في عضلات الجسم للسيدات مثلا بتلعب رياضه, فبتبقى عضلاتها شكلها رجالي شويه. فممكن نحقن لها بوتوكس ده بيخلي العضله شكلها نسائي وانسيابي اكتر مثلا. في بوتوكس بقى على استخدامات مجالات تانية بيتحقن في اماكن تانية كتير. يعني دكاتره الجهاز الهضمي والمسالك بيحقنوا بوتوكس, ليه بقى استخدامات تانية يعني كماده دوائيه يعني. لكن التعرق مثلا نحقن بوتوكس عشان زياده التعرق في الارمبتس, في الكف. في ناس, في طلبه بيبقى في الامتحان من كتر تعرق الايد ممكن يبوظ ورقه اجابته. في حد في الشغل تلاقيه بيمسك قلمه او اللابتوب او كده ومعاه دايما مناديل في ايده لانه هو عنده ده البوتوكس بيعالجه له, فده سبب علاجي ملوش بقى سن. وهكذا البوتوكس عنده استخدامات كتير. بقولك اكتر اجراء تجميلي وغير تجميلي بيتعمل في العالم. وغريبا هو نوع واحد,
يعني انا قصدي الماده هي المادة واحده هي مع اختلاف بقى البراند. البراند بقى بتديكي بقى حاجات بيور اكتر، حاجات يعني بتبقى فيه طبعا على احنا انت لازم بتنقي الهاي كواليتي. عشان ايه؟ عشان انت عايزه فايده على المدى البعيد فلازم تعملي كده. بس دكاتره التجميل ما بيوروكيش الماركه اللي هم بيحطوها؟ انا بوري العين بتاعي الماده اللي بستخدمها وانا بحضرها قدامه، لو عايز حتى ياخد علبتها معايا ياخدها. يعني حتى السيدات تقولي هو انا ممكن اصور العلبه، بقولها خديها اقريها، خشي على السايت بتاعها وتسلي واقري وثقفي نفسك. هو مش بس كده، هو انا لو جات لي حاله عامله بوتوكس او فيلر مش عارفه نوعه انا بلومها على ده وبقول لها انه لازم تعرفي، من حقك تعرفي ليه، عشان لازم استمر على نفس النوع ولا مش كده؟ يعني عشان تبقى عارفه، عشان تبقى عارفه. انا بعمل مثلا فيلرز او بوتوكس بدي العيان ستيكر في سيريال نمبر واسمه وماركه وكذا، بحيث انه اتليست انه تبقى عندها فكره انا اللي حقنته مثلا في ماي نوز ده دخل جسمي ايه، نوعه ايه، قعد معايا سنه اتبسطت منه، طب لما اجي اعمل هعيده تاني ده انا مبسوطه منه. بس وهكذا. مش شرط ان انا استمر كل مره على نفس لا لا مش شرط. وهو المفروض بقى يتعمل كل قد ايه التجديد؟ كل قد ايه البوتوكس؟ من 4 لـ6 شهور، من 4 شهور هم 3 من مرتين لثلاثة في السنه. لا لا لا، من مرتين لثلاثة في السنه، من 4 لـ6 شهور. احنا كده متهيألي ممكن يكون غطينا البوتوكس من ناحيه التجميليه، على الاقل تجميل الوجه يعني. لكن النوع الاخر بقى اللي احنا اللي هو الاساسي برضو في عمليات تجميل الوجه، او بلاش كلمه عمليات الناس تفتكر انها عمليه، لا في تجميل الوجه، هو الفيلر. هو احنا كل بنقوله النهارده هو حاجات اجراءات غير جراحيه. مفيش ده، والانسان صاحي وحضرتك ما تمام في كامل وعيك، بتروحي زياره للعياده، بنسمع مزيكا وبندردش وبنعمل اجراءات بمنتهى الاريحيه. مفيش الموضوع ما بياخدش اكتر من 10 دقائق لتلت ساعه يعني. بالظبط. طيب النوع الاخر او الفيلر. الفيلر الفيلر بقى ده يعني احنا عايزين ندي براءة اختراع للناس اللي اخترعت الهيلورونيك اسيد فيلرز، لان هي مادة غيرت مجرى التجميل في العالم. انا اقدر اعمل ايه بالفيلرز واستخدمها في سن ايه؟ دي حاجة بتبتدي لما تقعد قدامك كلاينت وتبتدي تشتكي من حاجة او تعبر عن حاجة مضايقاها في وشها، فنبتدي نعمل بقى بلان، نبتدي نعمل اسسمنت ونقيم الحالة ونعمل بلان. الوش ده محتاج في فوليوم لوس، الوش ده خاسس بعد فقدان وزن مثلا، سن او طبعا سن بيبقى فيه شوية ترهل، فبساعتها بنبقى وي ار افتر بقى ايه ليفتنج، عايزين الوش يتشد. استخدام الفيلر عشان نحقق النون سيرجيكال فيس ليفت اللي هو شد الوجه الغير جراحي بالفيلر، ده من امتع انواع الشغل بالنسبه لي، لانه هو انت بالسكيلز بتاعتك والتكنيك اللي انت بتستخدميه وبتستفيدي وبتوظفي نوع الفيلر اللي بتستخدميه وتستفيدي من خواصه عشان تحققي ليفتنج وشد للوجه. والنجاح بيبقى في انه الوش شكله اصغر واندر وملامحه ما اتغيرت، ودي اهم بقى نقطه. فده بالنسبه لي من امتع انواع الشغل، انت تعملي ليفتنج تخلي الوش شكله اصغر ومشدود. بس دي طبعا العامل الاساسي فيها مهاره الدكتور ولا ايه؟ طبعا يعني سكيلز طبعا وتكنيكس، لان احنا يعني احنا بنواكب اللي بيحصل بطريقه سريعه جدا. تكنيكس احنا طول يعني احنا في السنتين بتوع الكورونا دول في كميه تكنيكس مش طبيعيه لبس شد الوجه وحاجات بقى تانية. ايه احدث حاجه طلعت يعني مالي مؤخرا في السنين الاخيره؟ ان احنا بنستخدم الفيلرز ممكن يتهيألك ان هي كميات كبيره، لكن هي في الحقيقه مش بتستخدم عشان تدي فوليوم وتكبر الوش، هي بتتوزع على اماكن، على البونز وتحت العضلات وفي اماكن كده معينه في الوش، عشان في الاخر توصل لنتيجه الليفتنج. الليفتنج بتاع الميد فيس، الليفتنج بتاع ان انا اشد الجو لاين، اشد الميد فيس، يعني هو ده تقريبا نقول ده الترند في الاستخدام الفيلر، ان احنا نحقق وش مشدود. بس طبعا احنا هنا بنتكلم على يا اما حصل خسسان فقدان وزن
كله دلوقتي عايز يعمل دايت ويلعب يروح الجيم وياكل هيلثي، فبالطبيعي بيبقى وزنه كويس وحجمه كويس ومقاسه كويس ومبسوط، بس وشه شكله مرهق. طب ليه؟ ده انا عايش حياه هيلثي، بس علشان الفوليوم لوس او فقدان الوزن ده اثر على الوش، ومفيش حاجه هتعرف تعادله في الحقيقه غير الفالرز او حقن الدهون. بس خلينا النهارده نتكلم عن الفالرز، اتس انذر ستوري. يعني احنا لسه بنتكلم على الوسائل السلميه اللطيفه البسيطه الخفيفه لتجميل وجه زي ما هي البوتوكس والفيلر. فلو عندكم اي سؤال تجميلي، لو انتم حلوين وعايزين تحلووا، ابعتوا لنا على الواتساب على 0155951006. حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنتكلم مع دكتورة نورة البنا، أخصائي جراحة التجميل والطب التجميلي للوجه، وبنتكلم عن الوجه وأهم حاجة عندنا هو وشنا، لأن هو اللي بنتكلم بيه وبنعبر بيه وبنشوف بيه والناس بتشوفنا من خلاله وبنبتسم، وبيبقى هو عنوان شخصية كل إنسان إلى حد ما. بنتعرف على الناس من وشوشها ومن تعبيرات وشوشها وكل حاجة. مش عايزين نعجز، مش عايزين يبان تجاعيد، يبان حاجة يعني تأثر على جمال وجه الطبيعي. مش عايزين العمر يبان ان احنا فقدنا حاجات دهون او ما شابه مكونات اللي هي تحت الجلد في الوجه. فدايما عايزين يبقى شكلنا احلى وشكلنا شباب. واتكلمنا على البوتوكس والفيلر وهما مادتين بيستخدموا اساسيين في تجميل الوجه. وكمان ظهرت حضرتك قلتي ان في ترندز جديده دايما بتطلع على طول مع الوقت، ودلوقتي بقى في حاجه اسمها جهاز موجات صوتيه او فوق صوتيه او الفيشل الترا ساوند او الاستاتيك الترا ساوند، بيستخدم برضو في تجميل الوجه. مش في تجميل الوجه، هو تول للطبيب، اداه للدكتور. تعالي كده نرجع خطوه لورا. احنا في حقن الفيلر لازم يبقى الدكتور عنده درايه وعلم بالاناتومي، تشريح الوجه. العضلات فين، العظم ايه، الاوعيه الدمويه ماشيه فين وجايه منين. بس ده اي دكتور عارفها اكيد ولا في دكاتره طبعا؟ بس بتحتاج على فكره طبعا، مفروض اي دكتور بيمارس الطب التجميلي وبيمسك سرنجة فيلر او بوتوكس لازم يكون عارف ويل تريند وعارف ده. لكن انا قصدي ان وبيحتاج دراسه كتير وبيحتاج، وعشان الحاجات دي احنا زي ما بتطلع تكنيكس جديده، زي ما انت لازم تعرفي تفاصيل اكتر عن التكنيكس والاماكن دي في الوجه. الفكره هنا انه انا بحقن فيلر وعلى علم بالاناتومي بتاع المكان ده والاوعيه الدمويه في المكان ده، فانا عايزه اتفادى المشاكل اللي ممكن تحصل واعمل احسن ريزلتس. فالجهاز ده، وهو بالمناسبه انا اول واحده جبت الجهاز ده في مصر، عشان ده لسه حاجه جديده، احدث يس حاجه. يس يس، عشان كده ام فيري اكسايتد تو شير الاكسبيرينس دي مع مع الناس ومع زمايلي. انه الجهاز ده هيديني القدره، ده جهاز الترا ساوند اشعه تلفزيونيه، ولكن هو جهاز معمول انه يقرا يعني الريزولوشن احسن للوجه، يعني الفوت برينت بتاعته انه يجيب لي تفاصيل الوجه، مش جهاز السونار العادي اللي احنا بنعمل بيه مثلا على البطن او على كده، لا هو معمول للوجه. الجهاز ده هيديني الفرصه اني اخد فكره عن الوجه قبل ما احقن الفيلر، وده حلم، ده حلم عند اي حد بيحقن بحرفيه، انه ياخد فكره عن المكان اللي هيحقن فيه قبل ما يحقن فيه، الاناتومي، الاوعيه الدمويه من الداخل بالظبط. تاني حاجه ان انا اقدر احقن اندر جايدنس، ده انا ممكن احقن الفيلر وانا شايفه انا بحقنه فين. واو، انا بقول لك ده حلم. فعلا. تالت حاجه انا بدل اقدر ما يتحط في مكان مختلف ولا يكلكع في حته ولا يعمل exactly كده عشان نطلع احسن ريزلتس، عشان نطلع احسن ريزلتس. وكمان عشان اتابع الفيلر ده، لو الفيلر ده فيه مشكله او مش مريح العين ممكن ابص عليه. كمان عشان يعني احنا بعد سنين 7 سنين من حقن تير تراف مثلا اللي هي تحت العين، منطقه تحت العين، عفوا تير تراف منطقه تحت العين، تجويف اللي تحت العين، بعد 7 سنين الحاله بتقول انا في حاجه مضايقاني هنا، فتقول لها ده سبع فيلر. سنين هو بيفضل مفعول 7 سنين. 7 سنين تقولك لا لا لا، حقنته من 7 سنين، ده اكيد راح. ده انت بص عليها بالجهاز بتلاقي باقي منه نقطة، وهي دي النقطة، وبيدوب، وبعد 7 سنين الفيلر بيستجيب لمذيب الفيلر.
انا هنا طبعا بتكلم عن الفيلر القابل للإذابة، لان مش كل انواع الفيلر بتتذوب. مش هو الهيالورونيك اسيد؟ الهيالورونيك اسيد هو الفيلر، ايوه، القابل للإذابة. ف ده اللي مستخدم التاني ما بيستخدمش. ده الكومن، يس يس، موجود. لا موجود، وفي ناس لسه بتستخدم حاجات كتير تانية، بس ده الكومن. الهيالورونيك اسيد فيلرز هي الكومن، وهي اللي بنقدر نذوبها بالانزيم اللي بيذوبها. فلو انا بقى جات لي حاله عندها فيلر، انا كنت دايما اقول احسن حد يذوب فيلر هو اللي حقنه، عشان هو عنده تكنيك وعنده طريقه حقن، فهو عارف حط ايه فين بلايندلي من غير ما يستخدم جهاز، هتبقى فرصته في تذويبه اسرع مني لو لو انا مش دي انا حقناها بايدي. لكن دلوقتي الكلام ده اتغير، هو اللي معاه الجهاز هو احسن حد هيقدر يدوب فيلر، لان هو هيبقى شايفه. انت تخيلي معايا كتله الفيلر اللي تحت طبقات في الجلد، وانت عايزه تدوبيها، ومذيب الفيلر عنده شرط ما يدوبش الفيلر غير لو اتحقن جواه. فدي عمليه نشان في من غير الجهاز، بتبقى تخمينيه. عشان كده بقول اللي فرصته احسن في تدويب الفيلر هو اللي حقنه، فيقدر يحدد المكان اللي حقق فيه، لانه هو عارف وستيل ايده وستيل برضو فيه. هياخد منه وقت وممكن جلسات وتخمينيه برضو. فان انت تبقي اكيد لا دلوقتي اللي هيشوف احنا بندوبه، وانت اكشلي ودي لما شفتها انا نفسي، عشان كده بقول لك ام اكسايتد تو شير الاكسبيرينس دي. انا شفت الفيلر وهو بيدوب في ساعتها، مذيب الفيلر فعلا لو اتحقن صح جوه الفيلر بيدوبه في ساعتها، بتحقني وانت شايفه مذيب الفيلر داخل جوه الفيلر، وبتشوفيه قدامك بيتكسر بيتكسر بيتلاشى بالظبط. فده دي التكنولوجي، ان انت معاكي جهاز تشوفي بيه. هو مش اختراع، هو الترا ساوند، بس احنا الجهاز ده موديفايد ومعمول لدكتور التجميل في العياده، فهو جهاز هاندي نقدر نمسكه بايدينا ونستخدمه بسهوله، مش حاجه كبيره. وفي نفس الوقت معمول ان هو يجيب الريزولوشن المظبوط والتفاصيل المظبوطه للوجه. بس اكيد له اكتر من استخدام غير تذويب بقى الفيلر من البدايه اصلا في الحقن كمان بتستخدميه. هو بالظبط هو كمان في بقى مهمه كبيره جدا ليه، وهو ان انا لما تحصل مشكله من الفيلر زي انسداد اوعيه او شرايين بالفيلر، اللي هو البلود فيسل اوكلوجن باي فيلر، ان الحقن يجي بالغلط جوه اوعيه دمويه. لو احنا معانا الجهاز ده الحالات دي بتتلحق وانس. عشان كده التواصل بين العيان والدكتور اللي اتكلمنا عليه في الاول خالص مهم. العيانه في اول كام ساعه واول كام يوم بعد الحقن في علامات، لو قالتها الدكتور ممكن ينزل من البيت ويروح لها تعالي لي دلوقتي مشكله حصلت بالظبط. فلو انا وهيدوبه وهتعدي، بس لو انا معايا الجهاز ده انا مش هضيع وقت العيانه، وهطمن عليها وهطمنها واشوف الفيلر وهو بيدوب، ونبقى احنا كلنا مبسوطين في ساعتها. فهو اداه بتحسن الاداء وبتضمن امان للدكتور وللحاله. برافو. يعني وده احدث متوصل الى العلم فعلا، يعني انه كان الاول او ما زال 90% من الناس بيتم عمليات ديت عن طريق خلاص من بره التخمين الخارجي، لكن دلوقتي من جوه نقدر نعمل كل حاجه بالظبط. يعني نورتينا وشرفتينا دكتورة نورة بجد، انا مبسوطة جدا ان انا معاكم النهاردة، مستمتعة جدا، وحاسة لسه في كلام كتير عايزة يتقال. ان شاء الله هتيجي مرة تانية نكمل بقى، لان هو الكلام اصله كل حاجة بتبقي عايزة تتكلمي اكتر. فان شاء الله كمان نغطي مواضيع اكتر مرة كل مرة تيجي وتجيب لنا معاكي يعني اكتشاف جديد او ترند جديد او حاجة جديدة تفيدنا في عمليات يعني في تجميل، بلاش عمليات، في تجميل وجهنا. أيوة. الغير جراحي. الغير جراحي. غير جراحي يعني موضوع بسيط جدا، وهو فعلا هو مسافة ما بتاخده فنجان قهوة مع بعض بتكون الموضوع خلص في 10 دقايق ما بين، والعلاقة ما بين الدكتور والشخص اللي جاي يعمل بتكون يعني حاجة الارتياح النفسي والتفاهم والتفاعل والبساطة وكل حاجة بتبقى على وضوح، فدي حاجة مهمة. دكتورة نورة البنا اخصائي جراحة التجميل والطب التجميل الوجه كانت ضيفتنا النهاردة، مشكورك نورتينا. نشوفك في الحلقات التانية ان شاء الله. ان شاء الله. مرسي جدا شكرا ليكي. شكرا ليكي، شرفتينا. ده ايه هيكون موجود معاكم مروان قدري ويارا الجندي، وحلقة جديدة من كلام في الزحمة. اشوفكم الثلاثة اللي جاي الساعة 3 ان شاء الله. كنت معاكم جيهان عبد الله. كنتم مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.